طب هو قال ترامب ان الدولتين كانتا تتعرضان لعرقلة في مجال التجارة بسبب علاقة بريطانيا بالاتحاد الاوروبي، هل فعلا دول الاتحاد الاوروبي كانت تستطيع او باستطاعتها ان هي تضيق على واشنطن في علاقتها التجارية بلندن او ببريطانيا؟ لا، لانه الاتحاد الاوروبي جوه مزاياه بيمنح سوق يعني تعدادها حتى الان 500 مليون نسمة لبريطانيا. من الناحيه الثانيه تمنح اتفاقيات الاتحاد الاوروبي بريطانيا دخول 70 دوله اخرى، يبقى انا متكلم على حوالي 100 دوله مفتوحه لصالح بريطانيا، بالاضافه لشركات اخرى تمنح لبريطانيا بفضل وجودها في الاتحاد الاوروبي، في ظل انه ترامب كان يريد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي حتى يكون لها علاقات اقوى به. دي وجهه نظره. طيب هو النهارده فين الاعاقه؟ قوانين الاتحاد الاوروبي بتقول انه على اي دوله داخل الاتحاد الاوروبي عندما تقيم علاقات تجاريه تكون وفق قواعد الاتحاد الاوروبي وليس ضدها، حتى يكون حمايه لباقي الدول الاخرى وحمايه للمنظومه الكامله. ترامب لا يريد اي حمايه لهذه المنظومه، وبالتالي كان يتحدث عن فكره اضعاف الحمايه الاوروبيه للدول الاوروبيه نفسها ولعلاقاتها مع الاطراف الخارجيه. الحقيقه حرص ترامب فعلا على خروج تريزا ماي من المنصب وان هو يلتقي بعدد من المرشحين يعني ويتحدث عن ترتيبات ما بعد خروج تريزا ماي من المنصب دفع بعض التيارات في بريطانيا الى الاعتراض على ذلك، يعني ان هم شايفين انه ده تدخل في الشان الداخلي البريطاني. يعني هل الامر يتوقف فقط عند الاعتراض ولا يعني كيف تتعامل بريطانيا او يعني التيارات المختلفه المعترضه مع هذا التدخل؟ هو النظام البرلماني عموما عنده ازمه انه طول الوقت بينتظر ما هي القوات التي ينفع ان يعترض عليها البرلمان وما هي المساحه المسموحه للحكومه. في 2000 وما قبل 2010 وحتى نهايه عهد توني بلير كان هناك ازمه صريحه ان البرلمان رفض مساله، يعني جزء كبير منه بمعنى صح رفض مساله خروج بريطانيا العراق، لكن بحكم الاغلبيه بحكم النظام البرلماني تم تسريب المساله. بعد اكثر من 10 سنين النهارده بيطلع توني بلير يتكلم على ان الخسائر ان الحرب العراق كانت حرب خاسره وان احنا اعتمدنا على بيانات خاطئه وان المخابرات كانت شغاله غلط وان لما تيجي النهارده يشوفوا مين اللي كان متحالف معاه في حرب العراق كانت امريكا. طيب هما خرجوا مع امريكا في حرب افغانستان حتى متورطين، اذا التبعيه الامريكا مع انجلترا في اكثر ملف كانت خاسره، يبقى هل من المعقول بعد كل هذه السنوات الاستمرار قدم في تحالفات تضر بامريكا تضر قصدي ببريطانيا، في ظل انه من الواضح ان خروج من الاتحاد الاوروبي مضر جدا ببريطانيا، وبالتالي يعني التبعيه لامريكا في مساله بريطانيا مكشوفه الى حد ما تدل على عدم رعايه اي مصالح من امريكا لصالح بريطانيا او مصالح يعني كشخص يعمل على تخريب بريطانيا بهذه الطريقه. لانه النهارده مش بس هو كان خسران معاه في العراق وافغانستان، ده الان يريد اجباره على تنفيذ سياسات داخليه، يعني ده امر مش امر خاص بتحالف خارجي في مهمه عسكريه او مساله تحالف مع دوله اخرى او مساله اتفاق مشترك، لا ده بيتكلم على شان داخلي يريد التحكم فيه، وكانه يقول للعالم كله انا من يحكم بريطانيا وليس السادة البريطاني. لماذا ترى واشنطن انه او الاداره الامريكيه يعني انه بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي او مع تطبيق البريكزيت ستصبح من اقوى حلفاء واشنطن خصوصا داخل حلف الناتو؟ لانه النهارده بنتكلم على كم دوله داخل الحلف الناتو عندها جيش قوي، بنتكلم على الجيوش القويه فعلا سواء قوه تعداد يعني تعداد جيش وتسليح او قوه عدديه او فكره يعني تمتلك مهمات كبيره، بنتكلم على تركيا، بنتكلم على فرنسا، بنتكلم على بريطانيا. طيب بريطانيا وفرنسا هما جزء من الاتحاد الاوروبي، وبالتالي هما جزء من المنظومه الدفاعيه الاوروبيه، طيب انا هطلع بريطانيا اقوى جيش اوروبي يبقى لاوروبا فرنسا فقط، في ظل انه لا سبيل حتى الان لتقويه الجيش الالماني اللي هو اول دوله مؤهله داخل اوروبا ان يكون ليها جيش.